flying low. Fly, fly, fly the butterfly. Fly, fly, fly the butterfly. In the meadow is flying high. In the garden is flying low. Fly, fly, fly the butterfly. Fly, fly, fly the butterfly. In the meadow is flying high. In the garden is flying low. Fly, fly, fly the butterfly. تعرفنا على عزم المزدوجة وعلمنا بأن عزم المزدوجة يتناسب طردا مع طول الذراع ويتناسب أيضا طردا مع شدة إحدى قوتي المزدوجة. فعزم المزدوجة كان هو عبارة عن حاصل جداء ذراع المزدوجة بشدة إحدى قوتيها. الآن لننتقل إلى بعض التطبيقات العملية لقانون عزم المزدوجة. اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. لنأخذ حاملا قوتي المزدوجة، هل هما متوازيان، منطبقان، متلاقيان أم متعامدان؟ لنلاحظ بهذا الشكل القوتان F1، أيضا القوتان والقوتان. نلاحظ بالأشكال أن هذه القوى جميعها لها حوامل متوازية، إذن الإجابة سوف تكون هي الإجابة A، الحاملان متوازيان. ننتقل إلى سؤال آخر، وحدة قياس عزم المزدوجة في الجملة الدولية هل هو عبارة عن متر في كيلوغرام، متر نيوتن، متر على نيوتن أم متر على جرام؟ للعودة إلى قانون عزم المزدوجة يكون لدينا جما تساوي إلى دي في اف، وحدة الطول هي المتر ووحدة شدة القوى هي عبارة عن نيوتن، إذن جما تمثل متر في نيوتن، فالإجابة سوف تكون هي عبارة عن الخيار ب. الآن أيضا يعبر عن قانون عزم المزدوجة جما بالعلاقة، هل هي جما دي بي اف ام دي على اف ام دي زائد اف ام دي ناقص اف؟ واضح من خلال التجربة التي أجريناها أن عزم المزدوجة يتناسب طردا مع شدة القوة، وعزم المزدوجة يتناسب طردا مع طول الذراع. إذن عزم المزدوجة يتناسب كحاصل عددي هو عبارة عن حاصل جداء ذراع المزدوجة بشدة القوة، فإذن جما تساوي إلى دي مضروبة بأف. ننتقل الآن إلى سؤال آخر، عندما تؤثر مزدوجة على الفرجار الموجود بهذا الشكل، فإذا كانت شدة كل من قوتيها 10 نيوتن وقطر مقبض الفرجار هو 2.5 مليمتر، فيكون عزم القوة المؤثرة على الفرجار مساويا. سوف نأخذ القيم المعطاة وهي 250 متر نيوتن، 25 متر نيوتن، 0.25 متر نيوتن أم 0.025 متر نيوتن. نحن هنا نعود إلى جما تساوي إلى دي مضروبة بأف. نلاحظ أن 2.5 مليمتر تساوي بالأمتار، هي عبارة عن 0.0025 من المتر مضروبة بشدة القوة الثابتة F والتي تساوي إلى 10 نيوتن، فيكون الجواب جما تساوي إلى 0.025 متر نيوتن. إذن الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة. لننتقل إلى بعض المسائل. المسألة الأولى تتحدث
قوتان شاقوليتان F1 تساوي إلى F2 تساوي إلى 10 نيوتن تؤثران في قرص قابل للدوران حول محور أفقي نصف قطرة 5 سنتيمتر كما في هذا الشكل. هذا هو القرص. أيضا لدينا القوتان F1 وF2 وقطر القرص هو عبارة عن 5 سنتيمتر. إذن عبارة عن دي تساوي إلى 2 R. المطلوب احسب عزم المزدوجة المؤثرة في القرص عند بدء دوران القرص. طبعا عندما تؤثر هذه المزدوجة في القرص فتسبب دورانه فيكون جمع تساوي إلى دي مضروبة ب F. دي هنا هي عبارة عن 2 R فيكون لدينا جمع تساوي إلى 2 R مضروبة ب F بالتعويض عن قيمة نصف القطر وعن شدة إحدى القوتين. طبعا هنا نصف القطر هو عبارة عن 5 سنتيمتر بالتعويض سوف يكون لدينا 0.05 مضروب ب2 يعطينا قيمة 0.1 ضرب 10 فتكون عزم المزدوجة قيمته 1 متر نيوتن هو العزم المزدوجة الذي يسبب دوران القرص. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية والتي تتحدث عن مسطرة طولها 20 سنتيمتر يمكنها أن تدور بحرية حول محور أفقي يمر من منتصفها تؤثر فيه قوتين متساويتين كما في هذا الشكل. المسطرة محور الدوران القابل أن المسطرة تدور من حوله وأيضا لدينا القوتين F1 وF2 اللتان تسببان الدوران عندما تؤثران بهذه المسطرة فتسبب دورانها بتأثير عزم مزدوجة قيمته 10 متر نيوتن. احسب شدة كل من هاتين القوتين. إذا كان طول المسطرة هو 20 سنتيمتر فطولها بالأمتار هو عبارة عن 0.2 من المتر فيكون لدينا جمة تساوي إلى دي مضروبة بF. دي هي عبارة عن ذراع المزدوجة وF هي شدة إحدى القوتين فيكون لدينا F بالعزل تساوي إلى جمة على دي. قيمة جمة هي عبارة عن 10 وطول المسطرة هو عبارة عن 0.2 وطول المسطرة هو الذي يمثل طول الذراع إذن 0.2 فيكون لدينا F تساوي إلى 50 نيوتن هي عبارة عن شدة القوى المؤثرة في المسطرة التي تسبب دورانها. ننتقل الآن إلى المسألة الثالثة. فإذا طبقت مزدوجة لفتح صنبور ماء عزمها هو عبارة عن 0.5 متر نيوتن وشدة كل من قوتيها هو عبارة عن 10 نيوتن فما هو طول ذراع المزدوجة المطبق؟ إذن لاحظوا هو هذا الطول الذي نتحدث عنه البعد بين حامل القوة الأولى وحامل القوة الثانية فيكون لدينا جمة تساوي إلى دي مضروبة بF. المطلوب هو حساب الذراع دي فنعزل دي فيكون لدينا دي تساوي إلى جمة على F. جمة هي عبارة عن 0.5 متر نيوتن وشدة إحدى قوتيها هي 10 نيوتن فيكون لدينا دي هو عبارة عن 0.05 من المتر هو عبارة عن ذراع هذه المزدوجة. ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة والمطلوب هنا حساب عزم المزدوجة التي يطبقها سائق السيارة على هذا المقود كي يدور علما أن شدة القوة الأولى والثانية متساويتان وتساوي إلى 60 نيوتن وقطر المقود هو عبارة عن 0.5 متر ومعطى بالمسألة هو عبارة عن 50 سنتيمتر. يكون لدينا جمة تساوي إلى دي مضروبة بF فيكون لدينا طول الذراع 0.5 مضروب بشدة إحدى القوتين وهي 60 فيكون لدينا عزم المزدوجة هو عبارة عن 30 متر نيوتن. بنهاية هذه التطبيقات نكون قد وصلنا إلى نهاية عزم المزدوجة. نذكر بأن عزم المزدوجة هو عبارة عن مقدار يتناسب طردا مع طول ذراع المزدوجة وطردا أيضا مع شدة إحدى قوتيها وعزم المزدوجة يسبب حركة دورانية للأجسام المؤثرة بها.